أحمد والجاني عليه اللي هو محمد خالد السيد أوراني، هو كان أخويا جاي من الدرس ورن علينا الجرس، كان هو مستنيه كان بالبيت، في واحدة بتاعت جبنة كانت واقفة، وبعدين هو دخل جوه البيت، أخويا الصغير جه يفتح له الباب، راح قال لها وسع وسع ودخل الحضانة واداله بالسكين، كان ست طعنات من غير سبب.